خطوه طيب باش ندينو الهجوم همجي اللي قام به احد المجرمين بسيف على ممرضات الوقائع كيفاش كانت. وهنا فين غنبينو الوضعيه اللي وصل فيها المستشفى العمومي، انه المصلحه ديال القصور احد المجرمين حاله استشفاء تتعالج. المجرم اللي ضرب هو وياه ساقلو الخبر، قال راه في محمد الخامس، جا السيف ديالو جا يقلب عليه، دخل من الباب المستشفى لانها باب مفتوحه امام العادي والبادي، يبغى يسرق تيدخل، يبغى يتحرش بالنساء تيدخل للمستشفى، اللي بغى يسمصر تيجي للمستشفى، لا رقيب ولا مسؤول. كاينين الناس تيدورو تيتخلصوا على مسؤوليات ولكن ما تيقوموش بها. جا هاد السيد هاد المجرم جبد السيف ديالو هجم على الجاني الاخر، هذاك السيد عاوتاني جبد سيفو غيضربو ما غيضربوش، في الاخر هرب ومشى للقاعة ديال التمريض ودخل بالسيف ديالو حتى جوج جوج الممرضات بالسيف وغلق الباب، تخرجوا نقطع الدين دماكم. هذا الكلام اللي خرج هذا السيد، هذا واقع. المسؤول الاول عليه هو وزير الصحة، لانه جعل من هذه المؤسسات مجالا مفتوح للفساد والافساد. لا هيبة عندهم، لا كرامة، ولا مرفق بمعايير المرفق العمومي تيتشد وتيتفتح، وكاين الناس تدور وتتراقب شنو كاين. حابسهم بالدرع عليهم وما عطيهمش باش يخدموا، وزاد كمل انه ولاو المستشفيات باش ما يتعالجوا فيهم النساء الحوامل. واش فراسكم انه في مستشفى محمد الخامس المراه الى جات تولد لاسباب بسيطه تتولي في العمليه الجراحيه، ما بقات حتى السيده تتولد بشكل طبيعي، لان حتى البونتوز هذيك الاله باش يجبدوا الراس ديال الترابي ما كايناش، خاسره. الكاغيط باش يتعدل التخطيط القلب ما كاينش في هاد السبيطار. السكانير خاسر، تيخدم نهار ويخسر 4 شهور 6 شهور. الاشعه العاديه هادشي كامل. المستشفى اصبح مكانا لتناول الكحول، على عينك ابن عدي في وسط المصلحه، والممرض ولا الممرضه بالليل تيدوز ويعالج الناس وحاني راسو خايف تحت سلطة المجرمين. واللي سكران سكران، واللي تيتكيف ويتحشش مع الراس ديالو كاين، اللي تيتضروك كاين، شكون يهضر معاهم؟ هذا هو واقع المصالح ديال مستشفى محمد الخامس. هذا الشيء علاش تم الاعتداء على جوج الممرضات، لانه الدنيا مفدنا والوضع كارثي. يمشي الأدوية واللي ما جايبش، شنو ما تنسمعوا هذه الآلة عندكم، جابوك الله شي حاجة اللي تتسوى الملايين. وراه الكاغيط ديال التخطيط ديال القلب ما كاينش في هذا السبيطار. واحد الآلة غير قشيعة من القشوع، تمشي لكاسابارادا كيبقى الأقل تلقاها، ولكن شكون غيتصور؟ بنادم ما تيجي حتى لجوج د النهار، حتى تيحوى السبيطار عاد تيجي المسؤول. مع الناس هضر، واش باغيين يضحيو بنا؟ واش باغي حتى يموت شي ممرض ولا ممرضة عادي يتحركوه؟ وشوف شوف راه هنايا تحرش يومي بالزائرات وبالمرضى وحتى بالنساء العاملات في المستشفى. ولاد السوق تيطيبوا الدورو تيديروا اللي عجبهم. هنايا الناس تيبقاو مسيبين لان ما كاينش باش تعالجهم. الادويه خصاص كذا.